جيد محسن معكم حتى ال11 في رادارنا لليوم. باش نمشيو مع الديوانه التونسيه ونحكيو اخر الارقام اخر الحجوزات فيما يتعلق بالديوانه التونسيه. على ذكر معنا سيد العميد بالديوانه التونسيه سيد العميد شكري جبري. اهلا وسهلا ومرحبا بك سيد العميد. فخير فخير تحيه ليك وتحيه لكافة مستمعيك الكرام. مشكور جدا على التدخل معنا سيد العميد. نرجع معك بالارقام في علاقه بتدخلات الديوانه واهم الحجوزات. خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد معناها للمدة هذه بتاع 15 يوم وقولوا الأخرين تميزت بمحجوزات خاصة المواد المخدرة. معناها أعوان الديوانة قاموا بعمليات نوعية في المعابر سواء كانت المعابر البرية أو معابر الجوية. نذكروا أنه خلال هذا الأسبوع معناها الأيام الفارطة فقط في مطار تونس كرتاج معناها تم ضبط مسافر أجنبية تحمل معها معناها 6.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين اللي هي تم ضبطها بالتنسيق بين فرقة تفتيش المسافرين وفرقة التفتيش بالأشعة. كانت عملية نوعية وعملية مميزة على خاطر تم التفطن لهذه الكمية معناها في بعض الخف اللي حاشاك معناها شلايك دونك مخبين في وسط الخف النسائي وفي وسط مخبأ مهيئ بالحقيبة. كيف كيف في عملية أخرى نوعية في رأس جدير تم ضبط سيارة تونسية داخل البلاد التونسية بالتشكك في محتوى السيارة عن طريق جهاز الكشف بالأشعة. اتضح اللي هي تحتوي خزان الوقود بالتحديد يحتوي على 10.7 كيلوغرام كوكايين و10 بنادق صيد مفككة مخفية في خزان الوقود. كيف كيف معنا في حلق الواد تم ضبط حوالي 3 كيلوغرام من مادة القنب الهندي في نعال كيف كيف في شلايك. راس جدير كيف كيف حوالي 5 كيلوغرام من مادة الكوكايين. فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالصخيرة تم ضبط سيارة تونسية في مراقبة مرورية محملة ب 104,000 أورو و 304,000 دينار تونسي معناها في المجموع أكثر من 700,000 دينار ما يعادل أكثر من 700,000 دينار تونسية. معناها هذا فيما يخص المحجوزات الفترة الأخيرة خاصة في المواد المخدرة. بصفة عامة نقولوا إلى حد الآن معناها السبعة أشهر الأولى من سنة 2024 تم حجز أكثر من 31 كيلوغرام من مادة الكوكايين، أكثر من 200 كيلوغرام من مادة الزطلة، وأكثر من 754 ألف حبة مخدرة. هذا فيما يخص المخدرات. فيما يخص نشاط وحدات الحرس الديواني إلى غاية معناها شهر جويلية 2024 تم تحرير 8864 محضر بقيمة جملية أكثر من 330 مليون دينار. هذا نشاط وحدات الحرس الديواني في مكافحة التهريب. واضح معناتها هذوما أهم الأرقام وأهم الحجوزات. سيد العميد سيد العميد نستغل حضورك معنا ونسألوك على عودة التوانسة زادة للخارج على أحسن ما يرام. الأمور قاعدة تصير الحمد لله الحمد لله. معناها الحق قاعدة تجينا معناها قاعدة تجينا معناها الآراء نتاع السادة مواطنين بالخارج وقاعد يجينا معناها الفيدباك من عندهم. الحمد لله كل الآراء نتاعهم معناها تدل على أنه ثم تحسن كبير في الأداء، ما ثماش تعطيل، ثم تسريع في الإجراءات، وهذا بالطبيعة تماشر مع التعليمات سيدة رئيس الجمهورية، السيدة وزيرة المالية، السيد رئيس الحكومة، السيد مدير عام للديوانة. معناها كل المسؤولين من أعلى مستوى معناها تعليماتهم واضحة منذ بداية الصيف، هو الإسراع في الخدمات وعدم تعطيل المواطنين، وبالفعل هذا اللي تم معناها. وكافة المواطنين معناها لاحظوا أنه عطلة عداد طيبة جدا من حيث الإجراءات ومن حيث التسريع الإجراءات. ما لقيناش الحق مشاكل كبيرة، ما لقيناش تشكيات كبيرة، وإن شاء الله كيف كيف العودة تاعهم إلى مواطنهم بالخارج كيف كيف تكون في ظروف طيبة، وبدأت العودة ديجا تاعهم معناها، وإلى حد الآن قاعدة ماشي الأمور طيبة، وكل الإجراءات مسهلة، وكل معناها الترتيب معناها محضرينها على أحسن وجه. وقداش تقريبا عنا قداش تقريبا مازلت من رحلة؟ لا ما عنديش بالتحديد، لكن حسب التقريب احنا ديما نقولوا معناها فتره الذروه حتىش ال 15 20 سبتمبر معناها فتره الذروه نتاع العوده، بعد بالطبيعه ترجع الى النسق العادي.
واضح سيد العميد، مشكور جدا سيد العميد على التدخل معنا على التوضيحات هذوما الكل. رجعنا في علاقة بالحجوزات، وأيضا حكينا على ظروف عودة التوانسة بالخارج. حكينا كنا قبل ديما وكبنا تقريبا شهر كامل شنو ظروف رجوعهم إلى أرض الوطن، شنو أهم ربما الإجراءات الإدارية رجعنا عليها بالتفصيل اللي يستحقولها، وأيضا الإجراءات الديوانية نحكيوا على الوقت متاع رجوعهم إلى الخارج. وقالنا للأمور على أحسن ما يرام. مشكور جدا على التدخل معنا. الحوار كامل تلقاوه على قناة يوتيوب إكسبريس إف إم. احنا مازلنا مواصلين معكم في الشارع التونسي حتى اللحظة.